في هذا المقام أولا بتعبير عن سعادتنا بارتقال امرأة لمرسى المسؤولية وتدعى به الطاقم الذي ازداد يوما بعد يوم على مستوى الولاية وكلهم أظهروا إمكانيات وقدرات. أتمنى لهم كل التوفيق ولإخواننا جميعا إن شاء الله. هذه فرصة أننا نتحدث على في رشيد بالحرزم الأمين العام للولاية. أجدد لك الشكر على كل ما وجدته منك من حرص على هذا العمل الجاد، على المساعدة، على النصح، وكنت أستشيره كثير ما استشيره، وكان يبدي بآراء صعبة، وكان آخذ برأيه فيما كان يبديه من أفكار. يقولوا لي راهي ناقضة وراهي تنوض وراهي لا. أولاً ودي أن أشكر السيد الوالي على هذه الشهادات التي أدى بها في حقي. يعني لن أغادر قبل أن أشكر الجميع، نساء والرجال الذين عملت معهم ومارست معهم وظيفتي وبفضل جهودهم. أشكر الجميع على كل ما قدموه لي من مساعدة ومن تواجد في مواقعهم المختلفة والتي منحت لي أن أؤدي ما أديته. يعتذر في اجتماع خارجي رحنا عزم وإرادة لتنفيذ ومتابعة البرامج التنموية. هذه البرامج التي ينتظرها المواطن بشغف. بطبيعة الحال هذا لن يتأتى إلا بتضافر الجهود. المطلوب منا الالتزام الجاد، المتابعة الجادة لتحقيق ما نصب إليه وما يصب له ساكنة ولاية عين دفلة. إذن أهيب كما قلت بالجميع لمرافقتي في أداء مهامي لتحقيق هذه التنمية الشاملة. شكرا. خبير برلمان.